اليوم يشيلوا الحكم صعب على صوت يبدو لي حتى لو فاز لو شارك هو حصيل لانه هجوم فريق مانشستر وهي احسن تحضير لدوري الابطال احسن تحضير. شكرا لكما يوسف شيبو كابتن طارق دياب لنهايه المباراه لكنه يبدا بكل الاسماء وتنطلق يلعب الكره الاماميه افضل بدء العمل على كره لا زالت لكنها طالت وحده على مستوى القائم البعيد وحاولت بهكذا شكل خطر رياضي الله على البدايه الجميله خطيره لمصلحه مانشستر سيتي والكرة العرضية الأمامية لكنك أشوف الآن شوف هذه اللقطة والتدخل اليوسي كرة خطيرة للغاية قلب لبيب غوارديولا وكان في شوط ثاني لسه كل الأوقات ساوثامبتون تلقى الأمامية جون ستونز عرضية خطيرة للغاية وثم لعب لك الكرة العرضية وكاد من خلال هذه كروميو لافيا أخذها ولمها سللا كمال الدين لعب الكرة على البعيد لكن وايد بعيد من واحدة من كرات كيفن ليو هنا خلاص عندما يتم الاتصال هالاند وبعد ذلك هالاند بكرات كيفن يدخلون يصنع 100 هدف في بطل هذا سلاحك يا بيب فإن هبهم النرويجي والروعة بدأ غاب في ثنتين غاب في الدوري ساوثامبتون لتقليص النتيجة في الدوري ساوثامبتون لتقليص النتيجة سيكو مارا العملية هل فيها ها ماذا كايل ووكر خلاص انت بذكريات المونديال جوليان ويستحق ان ينفذ ركلة الشكل بهذه الصورة في المباعية رباعية بيبي غوارديولا